مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحت الأضواء، وأجمل تحية من شنسي. أعلنت الدول الاتحاد الإفريقي رسميا خلال قمتها التي عقدت في نيامي بالنيجر في 7 من يوليو الجاري تشغيل منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. بعد هذه الخطوة التاريخية، من المتوقع أن تقيم دول المواقع على الاتفاق وحدة جمركية وسوق مشتركة تمهيدا لمناقشة تنسيق بين البنوك المركزية وإقامة عملة موحدة. ما هي الفرص الجديدة التي ستأتي مع انطلاق منطقة التجارة الحرة للتنمية في القارة السمراء والتعاون بين الصين وإفريقيا؟ وما هي التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في طريقها إلى الوحدة الاقتصادية؟ هذه الأسئلة سأطرحها على ضيفين في الاستوديو، وهما السيدة أنس زليتاني، باحثة تونسية مقيمة بالصين، مرحبا بك. وأيضا الأستاذ دسوقي عبد الحميد، محرر بوكالة شينهوا للأنباء. نعم، نبدأ الحوار معك أستاذة أنس. طبعا تعرفين أن تشغيل هذه المنطقة للتجارة الحرة في القارة الإفريقية أتت في بيئة دولية يعني صعبة شوية تسودها الأحادية والحمائية التجارية، وأيضا ضغوط متزايدة على التنمية الاقتصادية العالمية. فكيف تقيمين هذه الخطوة التاريخية التي حققتها الدول الإفريقية تحت هذه البيئة، وأيضا ما أثرها الإيجابية على النمو الاقتصادي للعالم كله؟ طبعا هذه الخطوة كما ذكرتم هي خطوة تاريخية في تاريخ الدول الإفريقية وفي تاريخ القارة السمراء، حيث أن القمة 12 للاتحاد الإفريقي التي تم الإعلان عنها في 7 من يوليو عن افتتاح السوق، يعني إنشاء سوق إفريقية قارية حرة، سيكون له أثر إيجابي طبعا على كل الدول الإفريقية المنخرطة في هذه الاتفاقية للمنطقة التجارية الحرة. هي 54 دولة من ضمن 55 دولة إفريقية. ال 54 دولة ستكون لها فرصة لتوحيد اقتصاداتها، حيث أن الدول الإفريقية تعاني من تشتت في اقتصاداتها لأنه ليس هناك نظام اقتصادي موحد لكل هذه الدول الإفريقية، كما أنها تعاني من العديد من المشاكل الأخرى التي ممكن سنتحدث عنها يعني فيما بعد. لكي تنجح هذه الفكرة ولكي تنجح هذه القفزة التاريخية أو هذا الحلم الإفريقي إن صح التعبير، لابد من لكل هذه الدول الإفريقية المنخرطة في منطقة التجارة الحرة أن تتخطى الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الإفريقي وتتخطى العديد من الصعوبات الأخرى يعني اقتصادية واجتماعية. الفرصة التاريخية لهذه الدول الـ 54 تتمثل أولا في يعني توسيع السوق الإفريقية داخل إفريقيا في حد ذاتها، وأيضا نحو التجارة العالمية. ستكون إذا كانت هناك منطقة للتجارة الحرة ستكون فرصة للدول الإفريقية أن تتمتع بميزة التوحيد الاقتصادي وهو ما يجلب المستثمر الأجنبي. هناك فرصة لهذه الدول أن تعزز استثماراتها الأجنبية. أيضا يعني ليس فقط التجارة الخارجية، حتى التجارة البينية بين كل الدول المنخرطة، حيث نتحدث عن سوق تجارية تشمل حوالي 1.2 مليار شخص بناتج محلي يصل إلى حوالي 2.5 تريليون دولار أمريكي. هذه السوق تعتبر كبيرة، لكن حاليا هي ضعيفة في التبادل التجاري فيما بينها. إذا توحدت وتم تطبيق هذا الحلم الإفريقي وهذه القفزة الاقتصادية الإفريقية، يمكن للدول المنخرطة أن تحسن بشكل كبير في اقتصاداتها وفي التبادلات فيما بينها. من ناحية أخرى يمكن أيضا تخطي العديد من الصعوبات الاجتماعية من النزاعات، يعني لابد نجاح هذه السوق الحرة يرتبط مباشرة بالعديد من الشروط الأخرى، أولها الاقتصادي، نظام اقتصادي موحد، عملة اقتصادية موحدة، يعني تخطي صعوبة النزاعات والأهلية في إفريقيا والعديد من المشاكل الأخرى التي تعاني منها الدول الإفريقية والقارة السمراء. إذا تم تخطي كل هذه الصعوبات ستكون
تكون السوق ليس فقط مجال للتبادلات التجارية بين هذه الدول، بل أيضا ستعزز حتى التبادلات البشرية فيما بينها، والتبادلات ويعني تعزيز التبادلات الثقافية والاجتماعية. فأرى أنه هذه يعني هذه السوق الحرة ليس مفهوم تجاري فقط، بل هي ستتوسع إلى أن تكون معجزة اجتماعية وتجارية للقارة السمراء. نعم، شكرا. وأستاذ دسوقي، حسب تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي، نعم، أشار هذا التقرير إلى أن تشغيل هذه المنطقة الحرة الإفريقية يعني إلغاء بشكل تدريجي 90% من الرسوم الجمركية، وأيضا ستسهل زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية حوالي 16 مليار دولار أمريكي. فبرأيكم ماذا يعني هذا بالنسبة إلى إفريقيا؟ في الحقيقة طبعا يعني إلغاء الرسوم الجمركية والنهوض بحجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية إلى ما قيمته 16 مليار دولار، هذا يمثل أعتقد قفزة نوعية للقارة السمراء. في الحقيقة إعلان تشغيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هو حدث تاريخي كما تفضلت الأستاذة أنس، وأيضا هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الإفريقية. في الحقيقة تشغيل هذه المنطقة ويعني ارتفاع رفع حجم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية وإلغاء الرسوم الجمركية، هذا يعني مزيد من انسيابية تدفق السلع والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال والاستثمارات وحتى الأفراد بين دول القارة الإفريقية. هذا بلا شك ستكون له نتائج إيجابية كثيرة جدا. من بين هذه النتائج هو يعني إتاحة الفرصة لرواد الأعمال داخل القارة الإفريقية لإقامة مشاريع وتحريك رؤوس أموالهم بين دول القارة الإفريقية بدون أي قيود وبدون أي عوائق، بما يساعد على إقامة مشروعات كبيرة تخدم المجتمعات الإفريقية التي طالما عانت يعني من مظاهر البؤس والتخلف ويعني الكثير من المظاهر السلبية التي بقيت محصورة على القارة الإفريقية. أيضا هذا سيساعد على تحويل إفريقيا إلى قوة جاذبة للاستثمارات وقوة جاذبة للسكان، بدلا من واقعها الحالي الذي يجعلها قوة طاردة للاستثمارات وقوة طاردة للسكان. ونحن نشاهد الآن موجات الهجرة التي تتدفق يعني من القارة السمراء نحو أوروبا بحثا عن واقع أفضل وبحثا عن حياة أفضل. في الحقيقة أيضا هذا يعني سيساعد أيضا إفريقيا على استغلال ثرواتها الطبيعية. إفريقيا تسخر بالكثير من الموارد الطبيعية التي يعني لا توجد في أي قارة أخرى حول العالم، فهذا سيساعد يعني تشغيل هذه المنطقة سيساعد إفريقيا في استغلال ثرواتها الطبيعية والتمتع بخيرات إفريقيا، يعني يجعل الشعوب الإفريقية تتمتع بخيرات القارة. هذا أيضا سيساعد أيضا في خلق فرص عمل للشباب يعني الإفريقي، وبما يعني يجعل هذا الشباب يعني يتخلى عن فكرة أو حلم الهجرة إلى أوروبا أو إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أفضل. فإقامة مشاريع كبرى وتوفير يعني واقع اقتصادي كريم لأبناء القارة الإفريقية، هذا سيخلق فرص عمل للشباب داخل القارة الإفريقية. كذلك أيضا هناك العديد من التكتلات الاقتصادية الموجودة داخل القارة الإفريقية. هناك يعني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهناك مجموعة شرق إفريقيا، وهناك مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، وهناك السوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا. كل هذه التكتلات حتى الآن تعمل بعيدا عن بعضها البعض وتعمل بشكل يتداخل يعني في مناطق نفوذ تتداخل مع بعضها البعض، حتى أن الأمر يصل إلى درجة التنافس بين هذه التكتلات الاقتصادية. أعتقد أن تشغيل المنطقة الاقتصادية سيعمل على تحقيق التكامل بين هذه التكتلات الاقتصادية والتعاون بين هذه التكتلات بما يخدم مصالح القارة الإفريقية. فأعتقد أن هذه يعني إزالة الرسوم الجمركية و90% من الرسوم الجمركية سيساعد كثيرا القارة الإفريقية في يعني النهوض باقتصاداتها وتحقيق التكامل التجاري والاقتصادي فيما بينها.
نعم شكرا أستاذة أنس، قد تحدثتم عن يعني أهمية هذه المنطقة الحرة بالنسبة إلى الاقتصاد في أفريقيا، لكن لابد أن نواجه بعض الصعوبات والتحديات. مثلا حسب إحصائيات الأمم المتحدة أن التجارة البينية بين الدول الأفريقية مستواها أدنى من التجارة البينية داخل أوروبا أو القارات الأخرى. مثلا هذه النسبة في أفريقيا 17% فقط من إجمالي حجم الواردات والصادرات لأفريقيا، وهذه النسبة في أوروبا 69% و 59% في آسيا و 31% في أمريكا الشمالية. فنتساءل ما هو السبب؟ هل السبب الرسوم الجمركية؟ يعني يقول بعض الباحثين أن المشكلة تكمن في عدم تكامل الاقتصادات الإفريقية، لأن الهيكل الاقتصادي لمعظم الدول الإفريقية متشابهة. هل توافقين على ذلك؟ وإذا هذه هي الحقيقة، ف بعد إزالة الرسوم الجمركية ستزال هذه المشكلة موجودة؟ نعم، كما تفضلتم أن الهيكل الاقتصادي المتشابه للدول الإفريقية هو عائق أمام يعني التبادلات التجارية يعني الداخلية بين هذه الدول. لكن أعتقد أنه من الظلم أن نوعا ما أن نوجه يعني مشاكل هذه الدول أو ضعف التبادلات التجارية بين الدول الإفريقية بنسبة 17% في السنوات الأخيرة فقط بسبب الهيكل الاقتصادي المتشابه. أعتقد أن الأمر يفوق مشكلة الهيكل الاقتصادي المتشابه بقدر ما يصل إلى الصعوبات التي تعاني منها القارة السمراء، الصعوبات التي تعاني منها حتى الآن، حتى هذه الآونة، الدول الإفريقية، من نزاعات، من صراعات، من حروب أهلية، أيضا البؤس، الفقر، الجفاف الذي تعاني منها كل تقريبا أو أغلب الدول الإفريقية. يعني هناك دول إفريقية حتى الآن تبحث عن لقمة عيش لشبابها ولشعبها، لا تعرف يعني مفهوم الاقتصاد لتلك الدولة. يعني الآن الدول الإفريقية أصبحت ترى في سياسات اقتصادية جديدة ربما يعني حل لهذه الصعوبات وهذه المشاكل. لا يمكن أن نقول من المستحيل أن تطمح الدول الإفريقية ربما بهذه المنطقة، منطقة التجارة الحرة، أن تطور تبادلها التجاري فيما بينها في السنوات الخمس المقبلة ربما إلى نسبة تتراوح بين 25 إلى أكثر من 30%، 25 إلى 36%. هذا ليس بالمستحيل، هذا مخطط وضعته يعني الدول الإفريقية. يبدو أنه تقريبا صعب بعض الشيء، لكنه ليس بالمستحيل إذا نظرنا إلى المعجزات الإفريقية. رواندا، رواندا هي معجزة الآن ندرسها، يعني معجزة إفريقية. هي مثال ربما كان يعجز الاقتصادي أو المحلل أو المتابع للاقتصاد الإفريقي أنه يعرف أو يتوقع ماذا سيحصل في رواندا. رواندا هي تعتبر معجزة من معجزات الاقتصادية الإفريقية. فربما نأخذ رواندا كسبيل لمثال لبقية الدول التي تعاني من الصعوبات التي يعني تحدثنا عنها منذ قليل. ربما تكون رواندا أو غيرها من الدول الإفريقية الصاعدة الآن التي يعني يصل يعني نمو نتيجها المحلي أو التنمية في نتيجها المحلي إلى 5%. كانت هذه حين نقول سابقا ربما قبل 10 سنوات أن إحدى الدول الإفريقية ربما أن يصل إلى التنمية فيها المحلية إلى 5%، ربما يكون يعني أمر مضحك. الآن أصبح أمر واقع وموجود في بعض المعجزات الإفريقية، إن صح الأمر بتسميتها المعجزة الإفريقية. فأعتقد أنه حتى لا نظلم هذه الدول، لابد أن نتداول أو نعالج الصعوبات التي تعاني منها هذه الدول الإفريقية حتى تتطور نسبة التبادل التجاري بينها إلى أكثر من 17% كما ذكرتم. حين نقارن الدول الإفريقية بالتبادلات التجارية فيما بينها بعمالقة التجارة، يعني منذ قليل يعني قارنت بين أمريكا وآسيا وإفريقيا، لا يوجد تقريبا اقتصاديا وجه شبه بين هذه المناطق
العراق أو هذه الدول، لأن أفريقيا دولها ليست مصنعة بقدر ما نتحدث عن أمريكا أو نتحدث عن الصين أو نتحدث عن يعني بقية الدول الآسيوية، اليابان، سنغافورة، يعني كلها دول اقتصاديا ناجحة جدا. يعني نقارن أمريكا الصين بإحدى الدول الإفريقية يعني يعتبر فيه لا ليس يعني المقارنة بين القوى، بين التبادلات التجارية، لا نتحدث عن قوى القوى طبعا، البينية بين الدول الداخلية في حد ذاتها. الدول الداخلية هي تستورد، الإفريقية تستورد أكثر مما تصدر طبعا، نظرا لأنه لا يوجد يعني بنية تحتية يعني تستقطب المستثمرين، لا يوجد صناعات محلية كبيرة في هذه الدول الإفريقية، فطبعا كل التبادلات التجارية بينها ستكون نسبتها ضعيفة إلى حدود أن يتطور الاقتصاد ويعالج الهيكل الاقتصادي وتعالج المشاكل في الدول الإفريقية طبعا. نعم، شكرا على وجهة نظرك، وأيضا شكرا أستاذ الدسوقي. لكن ندخل فاصل الآن ثم نواصل الحديث. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقى معنا. مرحبا بكم من جديد. الآن وصل الحديث حول منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. فأستاذ دسوقي، قبل قليل تحدثنا عن التأثيرات الإيجابية لهذه المنطقة، وأيضا ذكرنا إحدى المشكلات الموجودة في قارة الإفريقية. وأريد الآن أن أشير إلى يعني طبعا أرى بعض الباحثين أيضا حول مشكلة أخرى يعني تعرقل عملية الوحدة الاقتصادية الإفريقية. هم يعتقدون أن التفاوت الكبير بين الدول الإفريقية يعني حيث القوانين والقواعد والسياسات أيضا تحدي أمام الوحدة الإفريقية، فما رأيكم؟ نعم صحيح، في الحقيقة يعني تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الإفريقية وإقامة سوق مشتركة وإقامة اتحاد جمركي مشترك بين دول القارة الإفريقية وصولا إلى يعني إقامة عملة موحدة لدول القارة الإفريقية، هذا ليس بالأمر الهين ولا السهل، هذا يحتاج إلى جهود مضنية من كافة الدول الإفريقية ويحتاج إلى صبر مثابرة شديدين من تلك الدول. نحن نعلم أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، كما تفضلت الأستاذة أنس، هناك يعني تحديات كبيرة جدا، أكبر حتى من التحدي المتمثل في تباين البيئة التشريعية والقانونية. هذا التحدي متمثل في الصراعات والنزاعات التي ما زالت موجودة ومتوطنة في بعض المناطق في القارة الأفريقية. التحدي الآخر، نحن نعلم أن القارة الإفريقية ظلت لعقود طويلة يعني تخضع لهيمنة غربية ولتدخلات غربية، وتشكلت في بعض مناطق القارة الإفريقية يعني مجموعات مصالح وولاءات لقوى غربية، وبالطبع يعني القوى الغربية ربما يعني تشعر بأنها لن تستفيد كثيرا من إقامة مثل هذه السوق المشتركة أو مثل هذه المنطقة، منطقة التجارة الحرة، فبالتالي ربما هناك بعض القوى التي تقف يعني عائق أمام تحقيق هذا، فهذا يتطلب إرادة قوية جدا من الدول الإفريقية لمواجهة هذه التحديات وإقامة يعني فعلا تكامل اقتصادي حقيقي بين دول القارة الإفريقية. كذلك أيضا كما تفضلت في سؤالك، اختلاف البيئة التشريعية والقانونية، هذا أيضا يعتبر أحد يعني مظاهر يعني التحدي التي تواجه القارة الإفريقية تحقيق التكامل الاقتصادي. نحن الدول الإفريقية بحاجة إلى إقامة بيئة قانونية وبيئة تشريعية موحدة ومنظمة تسهل يعني تدفق السلع ورؤوس الأموال والخدمات بين دول القارة الإفريقية، كما أنها أيضا بحاجة إلى آلية لحل النزاعات يعني بين دول القارة الإفريقية، النزاعات التجارية والنزاعات الاقتصادية التي قد تنشب
تنشا في ظل يعني هذا التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري. أيضا من التحديات الأخرى التي تواجه القارة الإفريقية الافتقار لبنية تحتية قوية. البنية التحتية لا أقصد بها الطرق والنقل فقط، نحن نعلم أن الاقتصادات المتقدمة حاليا تحتاج إلى بنية تحتية قوية جدا في الاتصالات، وتحتاج أيضا إلى بنية تحتية قوية جدا في المصارف، يعني تحتاج إلى بنية تحتية مصرفية جيدة جدا. والاقتصادات الإفريقية ما زالت تعاني من تخلف البنية التحتية، سواء على صعيد النقل ووسائل المواصلات أو على صعيد وسائل الشحن، وأيضا الاتصالات والبنية التحتية المصرفية ضعيفة في القارة الإفريقية، فهي بحاجة إلى يعني تقوية وتعزيز هذه الجوانب من أجل تسهيل فعلا إقامة منطقة تجارة حرة تعمل بشكل فعال وبشكل حقيقي. كذلك أيضا التكتلات الاقتصادية الموجودة داخل القارة الإفريقية التي تحدثنا عنها، مثل إكواس وساتك وغيرها، كل هذه التكتلات الاقتصادية بحاجة إلى يعني تحقيق التكامل فيما بينها وليس التنافس أو التجاذب فيما بينها، هي بحاجة إلى يعني خلق يعني منظومة عمل فيما بينها تساعد فعلا على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية. فيعني إجمالا نستطيع أن نقول أن هناك الكثير جدا من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والوصول إلى يعني تشغيل حقيقي وفعال لمنطقة التجارة الحرة ليس بالأمر السهل أو الهين، بل هو يحتاج إلى جهود كبيرة جدا ويحتاج إلى إرادة قوية جدا من كافة الدول الإفريقية. نعم. لإقامة هذه المنطقة بشكل فعال يعني. نعم، أعتقد أننا قد رأينا هذه الإرادة القوية. نعم. بين زعماء الدول الإفريقية، لأن بدون هذه الإرادة لم يكن توقيع 54 دول على الاتفاق. صحيح. فهذه بداية جيدة جدا. فأستاذة أنس، لننتقل إلى التعاون بين الصين وإفريقيا، فكيف ستؤثر هذه المنطقة الحرة على هذا التعاون؟ وبالنسبة إلى شركات صينية، ما هي الفرص الجديدة التي يجب أن تنتهزها؟ بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة ومدى أهميتها في التبادلات التجارية وفي التعاون والعلاقات الثنائية مع الصين، الصين هي أكبر شريك تجاري واستثماري في القارة الإفريقية، فأي شيء إيجابي تجاري يمس هذه القارة سيعود بالنفع بطريقة مباشرة مع لهذا الشريك الأول للقارة الإفريقية. الصين ليس فقط الآن ستدعم التكامل الإفريقي، حيث أنها منذ زمن طويل يعني بدأت الصين في سياسة التكامل أو محاولة التكامل بين اقتصادها وبقية الاقتصاديات الإفريقية، حيث أنه حين نتحدث عن مبادرة الحزام الطريق التي تم إطلاقها في 2013 نرى يعني مفهوم التكامل والتبادل التجاري في ضمن مصلحة مشتركة للجميع باحترام المبادئ والمصالح لكل دولة. هذه المبادرة تقوم على نفس أو منطقة التجارة الحرة فيها يعني تقوم على نفس مبادئ التي تحتويها مبادرة الحزام والطريق. والدول الإفريقية طبعا هي منخرطة، الكثير منها منخرطة في مبادرة الحزام والطريق، يعني التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية كقطب لحاله ومع الصين كقطب آخر ليس الآن سيبدأ مع الصين عن طريق منطقة التجارة الحرة، بل إنه بدأ منذ يعني عصر قبل الآن، يعني قبل هذا الحلم الإفريقي. أيضا لا يمكن أن ننسى منتدى التعاون الصيني الإفريقي، أيضا له نفس التوجهات في التعاون المشترك والتبادلات المشتركة بين الصين كقطب والدول الإفريقية كقطب آخر. منطقة التجارة الحرة الإفريقية ستسهل أكثر على الشركات الصينية الاستثمار والبقاء بأمان في الدول الإفريقية. الصين منذ إطلاق فكرة التعامل وتعزيز التعاون الثنائي التجاري مع الدول الإفريقية شغلت بصفة كبيرة على تعزيز البنية التحتية وإلى تطوير البنية التحتية التي تفتقرها الدول الإفريقية عموما، فحاولت الصين عن طريق يعني تعزيز هذه البنية التحتية أن تتخطى صعوبة
المستثمر الصيني في افريقيا في يعني فقر البنيه التحتيه، لكن نتحدث فقط عن البنيه التحتيه من سكك حديديه، من وسائل نقل، لكن كما تفضل الاستاذ لا توجد حتى الان يعني تطورات في البنيه التحتيه التي لا تشمل فقط السكك الحديديه او الطرقات. يعني بقت الان القاره الافريقيه تشكو من العديد من النواقص الاخرى التي تجلب المستثمر الصيني او المستثمر الاجنبي. لذلك ارى ان الصين ستواصل ونلتمس يعني نوعا ما فرحة في من الجانب الصيني في وسائل الإعلام الصينية أو غيرها بعد الإعلان عن يعني هذه المنطقة الحرة الإفريقية. أعتقد وبصفة واضحة جدا أن هذه المنطقة الحرة ستعود بالنفع إذا تم إنشاؤها، ستعود بالنفع بصفة مباشرة يعني مع الشريك الأكبر للقارة الإفريقية ألا وهي الصين. نعم أستاذ دوسوبي، برأيكم ما هي الأعمال التي يمكن أن تعملها الصين لمساعدة إفريقيا على تحقيق أو تعزيز الوحدة الاقتصادية؟ في الحقيقة هناك الكثير والكثير من الأعمال التي يمكن للصين أن تتعاون فيها مع القارة الإفريقية، لا سيما مع إطلاق الصين مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى ربط يعني القارة الآسيوية مع القارة الأوروبية والقارة الإفريقية بشبكة من الطرق والتجارة البينية. هناك يعني نستطيع أن تكون هناك موائمة بين استراتيجية الحزام والطريق وبين أيضا يعني منطقة التجارة الحرة في أفريقيا. نستطيع أيضا الشركات الصينية كما تفضلت الأستاذة أنس لديها خبرة كبيرة جدا وباع طويل في إقامة مشاريع البنية التحتية التي تفتقر إليها القارة الإفريقية. الصين الآن أيضا لديها استثمارات كبيرة جدا ولديها احتياطي من النقد الأجنبي تسعى لاستثماره في مختلف الأسواق حول العالم، والسوق الإفريقية هي سوق متعطشة لهذه الاستثمارات. والعلاقات بين العلاقات التاريخية بين الصين وبين إفريقيا هي علاقات جيدة جدا، ولطالما يعني قدمت الصين يد العون للدول الإفريقية للاستقلال من القوى الاستعمارية، وقدمت أيضا لها يد العون في إقامة بعض المشاريع الكبرى داخل القارة الإفريقية. فمن هنا امتدادا لهذا التعاون الكبير بين الصين وبين القارة الإفريقية، أعتقد أن القارة الإفريقية ترحب بالاستثمارات الصينية. أيضا الصين لديها خبرات كبيرة جدا في إقامة مناطق التجارة الحرة. القارة الإفريقية وهي تواجه كل هذه التحديات وتواجه هذه البيئة المجهولة بالنسبة لها، لأن هذه هي أول مرة يتم فيها إقامة مثل هذا يعني مثل هذه المنطقة للتجارة الحرة على هذا النطاق الواسع داخل القارة الإفريقية. فبالتالي ستكون هناك الكثير من الصعوبات ومن التحديات ومن المشاكل التي تحتاج إلى الحل، والصين لديها الخبرة باعتبار أنها يعني كانت سباقة في إقامة الكثير من مناطق التعاون الاقتصادي ومناطق التجارة الحرة سواء مع بعض الدول الإفريقية أو خارج القارة الإفريقية. فبالتالي يمكن للقارة الإفريقية أن تستفيد من خبرات الصين في هذا المجال للتغلب على هذه المشاكل. كذلك أيضا الصين الآن باتت تمثل لاعب دولي في أحدث التكنولوجيا على مستوى العالم. نحن الآن نطالع في الصحف وفي عناوين الأخبار في كل مكان يعني أن الصين أصبحت رائدة في شبكة الجيل الخامس للاتصالات، وهذه يعني هذه التكنولوجيا هي مهمة جدا بالنسبة لأي نهضة اقتصادية في أي مكان في العالم، ونقل هذه التكنولوجيا إلى القارة الإفريقية لتحقيق الاتصال فيما بينها وتحقيق وإقامة شبكات للتواصل بين القارة الإفريقية سواء على صعيد الاتصالات أو على صعيد المصارف أو على صعيد مشاريع الطاقة ومشاريع البنية التحتية. كل هذا سيساعد القارة الإفريقية بشكل كبير جدا في تحقيق ما تصبو إليه نحو يعني تشغيل فعال لمنطقة التجارة الحرة القارية في إفريقيا. نعم شكرا، ونتمنى للدول الإفريقية المزيد من التقدم والتطور والازدهار وأن تتغلب على كل الصعوبات والتحديات، وأيضا أجمل تمنيات للتعاون بين الصين وإفريقيا. فشكرا لكم أستاذة أنس زليتاني والأستاذ تسوقي عبد الحميد، شكرا على حضوركم. شكرا جزيلا.
أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا لكم أيضا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.